اسعد الله اوقاتكم متابعي ومتابعات شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذه الجوله الليليه بمدينه قنيطره. اجي نشوفوا الاجواء الليليه بمدينه قنيطره وبالضبط في الشوارع ديالها. مرحبا بكل من التحق بنا، كنقولوا مرحبا بك. مرحبا بالسي عمر، عليكم السلام. السي محمد، انس، كل من التحق بنا كنقولوا مرحبا بك في هذه الجوله الليليه بمدينه قنيطره في الشوارع ديالها وفي الاحياء ديالها. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل، حنا في قرب محطه القطار، غادي نمشيو هذه الليله ونديروا الجوله ديالنا في هذه الليله في قرب محطه القطار ديال قنيطره. مرحبا بكل من تحق مره اخرى. كاين الحمد لله الشتاء، ولكن دابا حبسات عاد قبل قليل كانت واحد الشتاء والحمد لله حبسات. الله يعطيها لنا على قد النفع. استعبدوا سي عبد الرحيم، عفوا سي عبد الرحيم نجيب، كذلك مرحبا بك. سي وردي مرحبا والف مرحبا بك. كل من التحق بنا كنقولوا مرحبا بك معنا في هذه الجوله الليليه بمدينه قنيطره. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل في هذا الشارع، كاين شويه البرد. عليكم السلام سيدي محمد. أميرة، وكنعتذر إلى ما قيتش بعض الأسماء أو بعض التعليقات، فتبارك الله تعليقات كثيرة. مالك، عليكم السلام. كل من تحق بنا كنقولوا مرحبا بك معنا في هذه الجولة الليلية في مدينة قنيطرة. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين، كاين شويه البرد، ولكن هاد في هاد اللحظه هادي ما كاينش الشتا. قبل قليل كانت واحد الشتا. مرحبا الف مرحبا سيدي محمد، سي محمد نزار مرحبا. حنا الان غادي نمشيو للاكار ونشوفوا المحطه كيفاش ديال الاجواء ديالها ديال محطه القنيطره. زين، عليكم السلام. كل من تلحق بنا كنقولوا مرحبا بك معنا سيدي حميد. هند او ندى، عفوا ندى، شكرا شكرا بزاف لك، شكرا ندى. سي ياسين، احنا في الطريق ان شاء الله لمحطه القطار ديال مدينة قنيطرة. نشوف الأجواء كيفاش دايرة في قرب المحطة. هذه الجولة الليلية اللي إن شاء الله كاملين غادي نشوفوها ونشوفوا الأجواء ديالها. عليكم السلام. أنس الله مرحبا بك، تحية متبادلة. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل، مراكش فيها شي شتا. مرحبا بالناس ديال مراكش اول حاجه، الف مرحبا. مرحبا بكل المدن المغربيه من طنجه للقويره، وكل من التحق بنا كنقولوا مرحبا بك. حنا دابا الان في الطريق ان شاء الله لمحطه القطار ديال قنيطره، غادي نشوفوه كاملين ونشوفوا الاجواء كيفاش دايره. سي انس مرحبا بك، عليكم السلام. هذا المسجد ديال لاله خديجه اللي في مدينه قنيطره معروف. كيف ما كتشاهدوا معنا اللي هو قرب محطه القطار ديال قنيطره. ما كاينش حتى اللي معنا هنا، كتبوا لنا المدن اللي كيتواجدوا معنا. نزيل اكادير مرحبا والف مرحبا. السياسيين كيقولنا راه كاينه الشتا في اكادير، الله يعطينا على قد النفع.
لا فيها الشتاء، ولكن هي ما كانش دابا اللحظة ما طايحهاش الشتاء، قبل كانت طايحة شوية. سي كريم مرحبا بك، والف مرحبا. هنا الندى. كل ما تلحق بينا كنقول مرحبا بك، نعتذر الى بعض التعليقات ما كنقراهمش لان كيتمروا بسرعه، يلا نجي نشوفوا الاجواء كيفاش الليليه كامل ان شاء الله، ومنها نشارك معكم واحد المنظر اللي كنت كنديره في الصباح، اليوم غنشوفوه بالليل، ندير واحد القطار بواحد الشكل مصنوع غادي نشوفوه كاملين ان شاء الله بحول الله. سي احمد مرحبا والف مرحبا. زينة مرحبا، حنا في الصويرة ما فهمناش في الصويرة ما فيهاش الشتا كتقولينا. سي سعيد مرحبا، دابا هاد اللحظة في مدينة قنيطرة ما كطيحش الشتا الحمد لله، ولكن قبل قليل كانت واحد الشتا عامرة كيف ما كتشاهدوا معانا، الأرض كاملة فازقة، هانتوما كيف ما كتشاهدوا. حنا في قرب محطة القطار اللي كتسولني أسامة كيقول لنا فين البلاصة، أسامة الكاك، حنا في قرب المحطة ديال محطة القطار ديال قنيطرة، وهذا هو القطار الكبير اللي معروف دابا لأنه هو الوحيد اللي ولا في مدينة قنيطرة. السي أسامة الكاك كيقول لنا قنيطرة مرحبا. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الفاضل، وايضا مرحبا بكل من التحق بنا اللي التحقوا باش نحطهم في الصوره، فاحنا عندنا جوله ليليه في مدينه قنيطره، غادي نوريكم هذه الجوله ونوريكم الشوارع ديال مدينه قنيطره في نفس الوقت. لا ما كاينينش هاد السي عبدو، ما كاينينش، ما شفناهمش هاد الساعة، ما كاينينش. انتما كيما كتشاهدوا معانا متابعينا الافاضل، مساء الخير من مكناس، مرحبا الناس ديال مكناس. كان عفوا من الناس ديال بركان، اعتذر. ويزي لايف، هذا لايف بث مباشر من مدينة القنيطرة. كيف ما كتشاهدوا هذا المنظر الجميل، نوريه لكم بواحد الشكل جميل جدا، نوريه لكم انتم البوراق مصايبينو بهذا الشكل هذا امام المحطه ديال القطار، هذا البوراق كيف ما كتشاهدوا. كيف ما كتشاهدوا من المتابعين الفاضل، هنا احنا الان امام محطه مدينه قنيطره، محطه القطار طبعا. وهذه مناسبة نقول لجميع السائقين اللي كيمشيو بواحد السرعة فائقة، كنقول لهم ردوا بالكم. كيف ما كتشاهدوا معنا
نحن الآن أمام محطة القطار مدينة القنيطرة في هذه الأجواء الليلية، وطريق السلام لكل المسافرين هذه الليلة إن شاء الله. تحية متبادلة وتقدير متبادل للأخ ديالنا محمد، بارك الله فيك. هذه هي المحطة ديال مدينة القنيطرة، محطة القطار كما كتشاهدوا معنا. سي محمد كيقول لنا إنها القنيطرة، فعلا إنها القنيطرة، وهذيك اللي كيدوز هو البراق مصايبينه بهذيك الشكل. كيف ما كتشاهدوا احنا امام المحطة، تبارك الله، بارك الله فيك، استغفر الله، بارك الله فيك، ما شاء الله، شكرا. بالليل كيعطي واحد الجمالية أكثر، كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الفاضل، بالليل كيعطي واحد الجمالية رائعة، ومنظر خطير. لا سي احمد، لا ما مسافرش، لكن بغينا نشاركوا مع المتابعين الافاضل ديالنا هذا المنظر، ونشوفوا حتى الاجواء الليليه في هذا في مدينه القنيطره. صبرينا، مرحبا بك معنا سوسو، مرحبا بك معنا. Oui, bien sûr, c'est très bien. Barakallah fik akhouya. Barakallah fik Mohamed, wa tahiyya mutabadala. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل، وطريق السلامة لكل المسافرين إن شاء الله. إن شاء الله غادي نمشي للخباز، وكنوعدكم بها سي محمد، كان وعدكم بها، غادي نمشيو ان شاء الله الخبازات. بارك الله فيك سي رشيد، شكرا لك. الحمد لله ما وقع حتى شي حاجة. بغينا نشاركو معكم هذه الأجواء الليلية في مدينة القنيطرة، وخصوصا أنا بغيت نوريكم حتى هذه المناسبة باش نوريكم حتى هذا المنظر الجميل ديال مدينة القنيطرة، وخصوصا بمحطة القطار ديال مدينة القنيطرة كيف ما كتشاهدوا معنا. لا سيدي احمد، ماني السفر. اذا ما بقى لي الا نقول لكم ليله سعيده، وصبحوا على خير، وشكرا للمتابعه، والى اللقاء. وكنتمنى منكم انكم تبارطاجيو. بارك الله فيك، وتحيه لك متبادله، وليله سعيده. وصراحه ما سخرت بكم، لكن نقول لكم ليله سعيده، وشكرا على المتابعه، والى اللقاء. وما تنساوش انكم تبارطاجيو هذا اللايف.